اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا. واجعل يا رب الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن خيرك لا تحرمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء،
وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أغننا من الفقر، واقض عنا الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هاديا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا هددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا رددته إلى دينك ردا جميلا، ولا عاصيا إلا رددته إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل هذا المسجد مسجدا مباركا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المسجد منارة دعوة وهدى ورحمة. اللهم اجعله منارة للدعوة إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجز عن من بنى هذا المسجد خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجز الحاج بشير، والحاج سكينة، والحاج نذير، والحاج نعيم، والحاج سليم، والحاج نسيم، وكل من بنى هذا المسجد يا رب العالمين، اجعله في ميزان حسناته يوم يلقاكم يا رب العالمين. اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم جازهم للإحسان إحسانا،
وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، اللهم ارفع بهم درجاتهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جاز كل من قام في هذا المسجد بالصلاة والخدمة يا رب العالمين. اللهم وفق كل من قرأ القرآن إلى رحمتك وهداك وطريقك المستقيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا وترحمنا رحمة واسعة من عندك يا رب العالمين. اللهم جنبنا وبناتنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير أيامنا يوم العرض عليك، وخير أيامنا يوم العرض عليك، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المحسنين، وتقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نعم المولى أنت يا رب ونعم النصير. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم تسلم رمضان منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا رمضان آخر عهد لنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، ونحن في أحسن صحة وحال يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى
دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.